وقعت مصر وقبرص واليونان في نيقوسيا اليوم اتفاقيات تعاون في مجال السياحة، وذلك بحضور رؤساء الدول الثلاثة، رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس. وكانت اجتماعات القمة الثلاثية الخامسة بين الرؤساء الثلاث قد بدأت صباح اليوم بالعاصمة القبرصية في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر 2014.